بشكل عام طبعا حنتعرف على المحاور الأساسية، نفس الشيء حينطبق على قراءتنا، إنه لازم في البداية أعرف المحاور الأساسية للحاجة اللي أنا بتكلم عنها. هيكون عندنا جزئين بشكل عام، جزء مهاري وجزء لغوي. الجزء المهاري ما له علاقة باللغة نفسها، يعني القراءة كمهارة، سواء أنا بقرأ باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، بأي لغة. حنتعرف على مهارة القراءة بشكل عام، القراءة الأكاديمية، التجهيز للقراءة، تنظيم القراءة، ومصادر القراءة. في الجزء الثاني حنتكلم على الجانب اللغوي، وحنركز على نقطة اللغة الإنجليزية، نتعرف على الهيكل التنظيمي للنص المقروء واستراتيجيات تحليل النص المقروء. تمام؟ كده عندكم تصور كامل للي حيصير في الساعتين إن شاء الله. خلينا نتفق في هذه الدورة، رقم واحد يعني إيوه على طول. طيب، الجزء الأول اللي هو الجانب المهاري في القراءة. القراءة بشكل عام، طبعا احنا لما نتكلم على القراءة نقصد فهم المقروء اللي هو reading comprehension، ما بنتكلم على القراءة الشفهية الـ oral reading، لأن القراءة الشفهية هي مجرد نطق، يعني أنا بتعلم كيف أنطق، سواء أنا بتكلم باللغة العربية أكيد أعرف أنطق اللغة العربية كلغتي الأم، أو إذا تعلمت اللغة الإنجليزية أكيد هعرف أقرأها بشكل نطق. مشكلة القراءة الأكاديمية أو القراءة في الدراسة ما هي مشكلة قراءة شفهية أو نطق الكلمات، هي لو كانت على نطق الكلمات ترى أحيانا احنا بنقرأ وننطق لكن ما نكون فاهمين، يعني الله المستعان حتى في قراءة القرآن الواحد ممكن يخلص صفحة كاملة قرأها بس مو فاهم أو مو مركز، سرحان يعني مو عارف ايش اللي بيقوله. نفس الشيء بينطبق على القراءة الأكاديمية، أنا ممكن أقرأ البحث هو الورقة اللي قدامي، يعني مجرد انه انا اقرا ريدنج خلاص، يعني تلاوة للحاجة اللي انا قدامي بس ما فاهمة فيها. ففهم المقروء هو اللي احنا بنتكلم عليه، اذا قدرت اوصل لفهم للحاجة المقروءة قدامي ممكن احدد بنسبة 60% 80%، خلاص 80% يعني انا عندي تصور كامل عن اللي بيصير وعن تفاصيله، هذا هو المقصود اللي هو ريدنج كومبريهنشن. طيب، ايش الاشياء المهمه اللي انا اعرفها؟ لازم اعرف المعنى الكلي للنص، يعني ايش موضوع النص، هل بيتكلم على الاكل او بيتكلم على علم النفس ولا بيتكلم على الطقس، موضوع عام، تفاصيل. وفي النهايه لازم اعرف الغرض من النص، يعني انا اقرا الموضوع هذا، يعني الكاتب ليش كتب النص، هل هو بيثبت حاجه معينه بينفيها، مدح لنظام معين، ذم او تعليق او نقد، يعني لازم اعرف ايش الغرض الموجود من هذا الجزء اللي انا بقراه. فهم المقروء طبعا ممكن يكون باللغه الام وممكن يكون باللغه الثانيه. يمكن احنا اغلبنا لما تواجهنا مشكله تكون واضحه جدا في اللغه الثانيه، في القراءه باللغه الانجليزيه، اما القراءه باللغه الام يمكن تكون اقل. ليش؟ لانه اولا القراءه باللغه الام فيها محورين، محور المهارة، يعني أنا عندي مهارة القراءة، يعني كيف أستكشف النص، كيف أعرف المعلومة فين موجودة، هل في بدايته في نهايته، بعد ما أنتهي من النص كيف أكون قدرت أطلع المعلومات اللي موجودة فيه، حتى أحيانا بالعربي قاعد أقرأ في أشياء ما مرت علي من قبل قدرت من خلال القراءة أفهمها. فأنا هنا الآن عندي مهارة القراءة. مو الكل عنده مهارة القراءة، في كثير متحدثين باللغة الأم مثلا العربية ما يعرفوا يقرأوا مع إنهم يعني متعلمين خلينا نقول، لكن ممكن يقول لك ما أعرف أقرأ الكتب، يعني يميل أكثر لمشاهدة الأفلام الوثائقية أو شيء، أو يقول لك أقرأي لي وأعطيني الملخص، لأنها مهارة. هذا أول حاجة. ثاني حاجة تخصص، مثلا لو بقرأ مقال طبي أو قانوني، يعني مثلا لو واحدة من أخواتي تخصصها قانون أو تخصصها طب أروح أفتح كتاب من عندها بالعربي مثلا، أنا ماني فاهمة ولا حاجة منه، يعني عندي اللغة لغتي العربية، عندي مهارة القراءة، أعرف أقرأ كتبي، بس ما راح أفهم كتاب أحد قاعد يدرس قانون أو يدرس مثلا حاسب آلي، مليان مصطلحات وأشياء أنا ماني عارفتها. فهي مهارة وتخصص. في اللغة الثانية تظهر مشكلة ثالثة غير المهارة والتخصص، مشكلة اللغة. فالآن إحنا لما نقرأ باللغة الإنجليزية إذا كانت المشكلة في اللغة، انا احل المشكله باني اتعلم لغه، اخذ كورسات لغه مستوى اول مستوى ثاني. اللي بيصير يعني انا اللي لاحظته، يعني من اكثر الناس اللي بتقابل معاهم عندهم مشكله في القراءه، مشكلتهم مو في اللغه، يعني اللغه الانجليزيه صح ان مستواهم متوسط مثلا، بس يكفيهم ترى انهم يقدروا يقراوا ويفهموا ويدرسوا ماستر ودكتوراه وغيره.
المشكلة مع في القراءة نفسها، ممكن حتى في اللغة الأم في العربي عندهم هذه المشاكل اللي هم مو مستوعبينها وما قدروا يحلوها. خلينا نشوف التفاصيل عشان نعرف إيش هذه المشاكل اللي تواجهني في المهارة بغض النظر عن اللغة. طيب الآن هنتكلم عن القراءة الأكاديمية اللي هي reading for academic purposes. القراءة الأكاديمية تختلف عن أي قراءة ثانية، يعني تختلف عن قراءة الروايات أو القصص أو اللي هو reading for pleasure، يعني أنا أقرأ كده بس مو للأغراض الأكاديمية أو الأبحاث. أول حاجة تفرق في القراءة الأكاديمية اللي هي موضوع توثيق النص، يعني الحاجة اللي أنا بقرأها تكون مليانة حجج، دلائل، براهين، ما في أشياء كده كآراء، كلها كل حاجة مذكورة عليها argument. يعني الكاتب لما يكتب النص لازم يوفر لي argument ويشرح ويعطيني أمثلة، لازم يقنعني بالكلام بشكل موثق، وفيها توثيق للمرجع، يعني لو ذكر أي مصدر من مكان ثاني راح يكون فيه توثيق. ما ينفع إنه تقريبا ويمكن مثلا سمعنا احد يقول، لا، كلها اشياء موثقه ومصداقيه المصدر، يعني حتى المصدر اللي انا بنتقي يكون مصدر موثوق، غالبا تكون من الابحاث، من الكتب، مثلا الويكيبيديا في كثير ما بيعتبروها مصدر القراءه لانها يعني ما هي درجه التوثيق فيها ما هي جدا عاليه حتى فيها امكانيه تعديل. هذا بالنسبه للنقطه الاولى، توثيق النص. الأسلوب الأكاديمي للنص المقروء، يمكن أكثر حاجة صعبة القراءة اللي هي الأسلوب الأكاديمي. الأسلوب الأكاديمي أول حاجة إنه اختيار الكلمات اللي تكون فيه، يعني مثلا ممكن أنا لغتي الإنجليزية طيبة بس لما أجي أقرأ ألاحظ إنه الكاتب بيستخدم كلمات أكاديمية، يعني اختيار الكلمات أكاديمية شوية مستواها أعلى فممكن يخليها معقدة شوية. نمط الكتابة ستايل، كيف يكون نمط الكتابة الأكاديمية؟ يكون كومبلكس، معقد، فيلو بريسيجن، يعني الدقة اللي فيلو هي اللي بتسبب التعقيد، يعني الكاتب ما يذكر أي نقطة إلا يفصل فيها ويذكر الأرقام والتفاصيل، وبحيث إنه المعلومة لازم تكون دقيقة جدا، ما ينفع حاجة اسمها تقريبا. طول لينسي، بما إنه في هذه الدقة والتفاصيل أكيد حيكون الأسلوب الأكاديمي يعني يعطيني المعلومة بشكل مطول ويركز على التفاصيل. مشكلة التفاصيل إنه الآن مثلا أنا ممكن أقرأ ورقة مكونة من 40 صفحة. طيب لما أدخل في التفاصيل مثلا قاعد يذكر لي مثال، والمثال هذا يقول لك في دراسة أجريت فيها عدد مثلا 2000 طالب، وهذول الطلاب صفاتهم لهم صفات يعني كعينة بحث، إنهم لغتهم الأولى إيش ولغتهم الثانية إيش وفين عايشين، ويعني يعطينا تفاصيل عن عينة البحث بحيث إنه أنا ممكن أحياناً أنسى ليش قال لي على هذه الدراسة. فننتبه لما نقرأ أكون عارفة التفاصيل، يعني قبل ما أركز على التفاصيل أخذ فكرة عامة، ليش ذكر لي هذا المثال؟ إيش علاقة هذا المثال بالنص؟ في القراءة الثانية أو الثالثة ممكن أرجع لهذه التفاصيل الدقيقة عشان لا التفاصيل تنسيني الغرض، ما أجي مثلا إذا كان عندي اختبار معين أجي أدخل الاختبار أنا فاكرة كل التفاصيل لكن ماني عارفة ليش هذا المثال انذكر. عدم معرفتي بهذا المثال انذكر أنا ماني فاهمة أصلا، ماني فاهمة الورقة، يعني ما قدرت أوصل لقصد الكاتب من كتابة هذه الورقة العلمية. القراءة النقدية، القراءة الأكاديمية اللي يميزها القراءة اللي إنها تكون قراءة نقدية فيها تفاعل للقارئ مع النص. عشان نفهم موضوع القراءة النقدية هنقسم القراءة إلى جزئين، قراءة تفاعلية وقراءة غير تفاعلية. القراءة نبدأ بالغير تفاعلية، passive reading، هي إني أنا أتابع مع الكاتب، خلاص الكاتب إيش قاعد يقول أنا أسمع أو أقرأ معاه، to follow the author's thread. مثلا لو بقرأ رواية قاعد أسمع أحداث القصة، إيش بيصير إيش بيصير، أنا ماني عارفة، مجرد إنه يعني بشوف الكاتب ايش بيقول واعرف نهاية القصة، فهذه passive reading، انا مالي دور. القراءة التفاعلية انه انا كقارئة اتفاعل مع النص، طيب الان الكاتب قال لي هذه المعلومة ايش معناها؟ ليش قال لي المعلومة هذه؟ هذا المثال ليش ذكر لي هو؟ انا اعرف فاهم التفاصيل بس لازم اعرف ليش قال لي هذا المثال وكيف وش علاقته باللي قبله، و what if يعني لو مثلا هو قاعد يجيب لي دليل انا اقول طب لو الدليل هذا مو موجود ايش حيصير؟ لازم اعمل افتراضات واوصل لاستنتاجات. في النهايه
يكون عندي أنا كقارئة يكون عندي رأي، ممكن أقبل القراءة، ممكن يكون علي يعني يكون لي انتقاد عليها، ممكن أرد عليها بورقة ثانية أو أي أو حتى كريتيك، بحيث إنه يكون في تفاعل. لما ذكرت مثال الرواية إنها قراءة غير تفاعلية، ممكن قراءة الرواية تتحول لقراءة تفاعلية. إذا أنا بعد ما قرأت الرواية أجي أقول ليش استخدم هذه الاستعارة، ليش استخدم هذا التشبيه، وهنا يجي دور الناس اللي بيدرسوا مثلا ماجستير دكتوراه في الأدب، هنا بتكون قراءتهم للرواية تفاعلية، إنه يقدروا ينقدوها، يتعمقوا فيها أكثر ويعرفوا تفاصيلها. طيب بعد كذا حننتقل لنقطة التجهيز للقراءة. لما أبغى أقرأ عشان يكون ما في يعني مشاكل أو تعقيدات في القراءة، لازم أنتبه لنقطة التجهيز. يعني أحيانا هذه أشياء ما لها علاقة باللغة نفسها، هي أشياء يعني ممكن نقول تجهيزات مكانية وزمانية، لكن جدا جدا مهمة، ممكن تنعكس بتأثير جدا كبير. يعني حتى ممكن تأثر على يعني لغتي اللي هي مثلا مستواها عالي ما تفيدني نقطة القراءة. أول حاجة اللي هي اختيار مكان القراءة وزمان القراءة. يعني بصراحة أنا أستغرب، يعني في أوكي تمام حلو إنه الواحد يقرأ في كل مكان، لما أروح عيادة، في غرفة الانتظار، في الباص، في السيارة، يعني حلوة عادة القراءة، لكن مثلا ورقة علمية ويكون أحيانا هارد ساينس، يعني حاجة فيها تفاصيل وفيها أدلة وفيها نتائج، وأقرأها كده في السيارة، أو مثلا يعني بشوف بعض الناس في الجوال، الجوال مرة صغير، يعني حتى مو جوالهم الكبير، جوال المدرسة مرة صغير، محملين PDF وقاعدين يقرأوا فيه البحث. في النهاية ممكن هم خلصوا البحث بس ما وصلوا للهدف، ما قدروا يقرأوه بشكل صحيح. ممكن أنا في مرحلة يعني معينة في البيت أنا قرأته، عملت له سكيمينج، عرفت الهدف الأساسي وأشرته وقسمته إلى نقاط معينة، مرحلة ثانية أكمل أقرأ في السيارة وأنا مستعجلة بشكل سريع، لكن ما يكون اعتمادي الكامل بهذا الشكل من القراءة، وحتى في وقت غير مناسب. مثلا أنا أكون مرهقة وتعبانة وأحاول أقرأ في النص وأعيد وأزيد، ممكن أجلس على 6 ساعات ما فهمته في النهاية لأني ماني مستوعبة. فمهم إن أنا أختار المكان والزمان المناسب. التنويع بين القراءة الورقية والإلكترونية. يعني الآن إحنا في عصر التحول الرقمي وتضخم أوعية الإنتاج، يعني الكتب الإلكترونية ما ينفع نتعامل معاها بشكل يعني ريزيستنس، يعني انه انا ارفضها، ما ابغى كتب الكترونيه، انا ما اعرف، انا ما احب الكتب الالكترونيه، ولا اقول ان الكتب الورقيه انه احنا نستغني عنها. كباحث لازم انه انا يكون عندي الاثنين، يعني ممكن اقرا من مصادر ورقيه واقرا من مصادر الكترونيه. احيانا نفس البحث اقراه اول حاجه بشكل الكتروني، بعد كذا اطبعه واقراه بشكل ورقي. ما راح مثلا عندي موضوع معين ابغى ابحث عنه، ما راح اطبع كل الابحاث اللي طلعت لي من نتيجه البحث واجلس يصير عندي الغرفه كلها حتصير ورق. هنشوف الخطوات الاولى في القراءه اللي هي السكيمينج وسكاننج، ممكن اعملها على الجهاز، اشوف هذا النص، بعد ما اقرر اني يناسبني ممكن اطبعه. فمهم جدا انه انا انوع بين الاثنين، ما اكتفي بس بالورقيه ولا اكتفي بالالكتروني. القراءه الالكترونيه ايش ميزتها؟ ميزتها انه احيانا تكون عندي مصادر، يعني ابحاث جديده. انا مثلا لما ابحث في ريسيرش جيت القى ابحاث منشوره قبل شهر او قبل شهرين. هذا تهمني اذا كان مثلا بحثي يعني يركز على نقطه معينه وبعرف لين فين وصلت الابحاث، ما راح القاها في كتاب ورق اشتريته قبل سنتين ولا قبل 5 سنوات. وفي كتب احيانا كلاسيكس، يعني كتب كذا اللي كتاب كتبوا اساسيات هذا العلم، ترجع مثلا ل 40 50 سنه، هذه ممكن يعني احصل على المجلد كامل بشكل ورقي واقراه. فالهدف في النهايه انوع بين الاثنين. القراءه السريعه. القراءه السريعه جدا جدا مهمه، ويعني احس يعني احنا بنفرط فيها احيانا بسبب انه احنا نبغى نكون دقيقين مره، نبغى نعرف مره. يعني مثلا في ناس يقول لك انا احب افصل النص، يعني ما احب اي كلمه تعدي علي والا انا فهمتها. اوكي تمام، هذه حاجه حلوه بس لها وقت، مو بداية القراءة، ما أبدأ في المراحل الأولى من القراءة وأبدأ على طول أمسك كل كلمة وأطلع القاموس وأقعد أترجم، هذا خطأ جدا كبير. في علم النفس في حاجة اسمها قانون ميلر أو ميلرز لو. إيش بيقول هذا القانون؟ إنه the number of objects human hold on working memory is 7 plus 1 or 2 plus or minus 2. يعني القدرة البشرية لتخزين
أي حاجة، أي حاجة ذهنية في ذاكرة التخزين المؤقت. أكيد اللي تخصصهم حاسب يعني عندهم خبرة جدا كبيرة في موضوع ذاكرة التخزين المؤقت. يعني الآن أنا بقرأ أخزن أشياء معينة في ذهني بس بشكل مؤقت، بعد ما أنا أستوعبها وترسخ عندي ممكن توصل لذاكرة التخزين الدائم، بحيث إنه أنا أرجع لها بعد سنة سنتين. لكن خلال عملية القراءة أنا بشتغل على ذاكرة التخزين المؤقت. قانون ميلر إيش بيقول؟ إنه ذاكرة التخزين المؤقت عند البشر بتستوعب 7 أوبجكت، 7 وحدات. طيب هذه الوحدات أنا أقرر هل أبغى الـ7 وحدات تكون 7 كلمات، معناته أنا كل ما أقرأ 7 كلمات هنسى كلمتين، وأزيد كمان كلمتين هنسى كلمتين، يعني دماغي ما يشتغل غير 7 كلمات. طيب أنا ممكن ما أبغى اللي هو قال وحدة، لاحظوا 7 وحدات ما قال 7 كلمات. طيب هذه الـ7 وحدات ممكن تكون بيت، يعني كلمات أشياء صغيرة، ممكن تكون chunks يعني قطع. مثلا أنا قراءتي سريعة، يعني كده عيني تمسك جملة ألقطها كده كاملة، معناته أنا إذا عندي جملة معناته أقدر أقرأ 7 جمل. كل ما أقرأ 7 جمل حنسى جملتين، كل ما أقرأ 7 جمل. وفي ناس ممكن جملتين مع بعض تشي من أول لقطة في عينهم فعندهم الوحدة. فأنت شوفي، يعني أنتوا كل شخص يشوف إيش الوحدة اللي أنا بقرأ فيها. حيكون عندي 7 وحدات أقدر أخزنها، لذلك لما أجي أقرأ ممكن أحط صباعي على السطر وأمشي كده سريع، بحيث انه عيني تاخذ يعني كذا كانها سكانر تاخذ الكلمات، ما اطالع في كلمه كلمه، لا يعني على حسب عيني ما تقدر تلقط، اخذ شانك قطع قطع. كل 7 كلمات، كل 7 اجزاء تكون عندي، يعني حتملي بعد التخزين المؤقت، وبعد كذا تبدا تتفرغ بالتدريج. فكيف طب انا اشتغل على هذه؟ يعني مثلا بعضهم بيقولوا انه طب انا لغتي ضعيفه، كيف اقدر اقرا كلمه جمله كامله وخلي عيني تربطها كده كاملة؟ مع أولا مع التعود، ثانيا هنشوف أول خطوة من خطوات القراءة إني أعمل سكيمينج، أستكشف النص. يعني لازم أخلي عيني يعني تتعامل مع النص بشكل استكشاف، ما أخذ أشياء صغيرة الدكشنري أو القاموس ما أحطه جنبي نهائيا وأنا بقرأ، مرة ما أرجع للقاموس إلا في آخر خطوة خلاص أنا يعني النص عندي مستكشفته ومقسمته الأجسام وعارفة كل حاجة، عارفة كل مكانها. في القراءة الآن ممكن تكون القراءة الثالثة أو الرابعة، ما أقرأ مرة واحدة، القراءة الثالثة أو الرابعة ممكن أفتح الدكشنري وأشوف هذه الكلمة اللي أنا عجزت أطلع معناها. تمام، هذا بالنسبة للقراءة السريعة. طيب قلنا نتجنب الترجمة وقت القراءة قدر المستطاع، لأنه الترجمة أولاً بتعرقلني في ناحية سرعة القراءة، ما راح أقدر أقرأ بسرعة. وزي ما اتفقنا إنه قانون ميلر يعني في علم النفس اكتشف إنه الدماغ بيحلل كل 7 وحدات، فكده بيخليني بطيئة، وكل ما كانت القراءة بطيئة أنا ما حأقدر يعني أخزن في ذاكرة التخزين المؤقت. يعني كده ألقى نفسي كل ما قريت سطر سطرين أنا نسيت، ماني فاكرة إيش قاعدة. ممكن أجي أسأل الشخص اللي قرأ قبل 3 4 جمل إيش قرأت، نسي مو فاكر. الحاجة الثانية بتسبب لي التقييد والتكاسل. احنا لما نقرأ بالعربي ما شاء الله جريدة فيها 40 صفحة ما حد يتعب، يعني حتى كبار السن لما يقرأوا الجريدة ما يتعبوا. ليش؟ لأنه ما يرجعوا الدكشنري، خلاص كل شيء موجود قدامهم هم يقرأوا. لكن لما اضطر انه انا استخدم القاموس ممكن اتكاسل في القراءة، يعني متعبة شوية بالنسبة لي وافتح القاموس وادور. طيب كيف أقرأ بدون ما يكون عندي قاموس وأنا لغتي متوسطة؟ يعني مو الكل ترى بتكون لغتهم بيرفكت، يعني في ناس مثلا زي في الدراسات العليا بيقولوا إنه 5 في الآيل كشرط من شروط القبول، 5 يعني درجة طيبة، ممكن الواحد يقرأ فيها ويكون ما يستخدم ديكشنري. ليش؟ لأنه في استراتيجيات للقراءة إحنا بنطبقها في لغتنا الأم وإحنا ما نعرف، وفي نفس الوقت لما نيجي نتعلم اللغة الثانية تكون شوية أصعب علينا، بس بالاستراتيجيات هذه حتسهل علينا. طيب تنظيم القراءة، إحنا من أول قاعدين نقول نبغى القراءة تكون سريعة ونبغى القراءة ما أستخدم فيها ديكشنري ولازم أستكشف النص. طب أنا كيف أنظم القراءة؟ أول حاجة أعرف الهدف من القراءة، يعني أنا لما أجي أقرأ حاجة معينة بهدف معين ليها طريقة معينة في القراءة،
غير لما أقرأ حاجة مختلفة في الهدف. مثلا خليني أعطيكم أمثلة. أول حاجة لو أنا بقرأ من ناحية الاطلاع، يعني مثلا أنا ما عندي اختبار ولا عندي بحث، بس بما أنه أنا تخصصي في التخصص الفلاني أبغى أطلع على الأبحاث والأشياء المكتوبة على التخصص الفلاني. هنا الآن إيش حيكون طريقتي في القراءة؟ حتكون طريقة تعتمد على السكيمينج. السكيمينج حكررها كثير. السكيمينج اللي هو استكشاف، إني أنا استكشف النص. يعني مثلا ممكن أدخل على قواعد البيانات، أحمل أبحاث، أفتح البحث كذا، أمرر الشاشة، هي مثلا 100 صفحة، حتلقوني إنه كل صفحة أقضي فيها ثانيتين بس، ما أطول فيها. أنا بس بشوف البحث كذا كامل، إيش مقدمة البحث، إيش فكرته، إيش الخلاصة اللي هو وصل لها، بس استكشف بما إني أنا أبغى أطلع. كذا حتكون قراءتي سيلكتيف، يعني حتكون اختيارية. خلاص البحث هذا مثلا ما أبغى أقرأ منه غير سؤال البحث، يعني استكشفته وشفت إنه سؤال البحث interesting، خلاص أقرأ سؤال البحث، ما حقرأه كله. فعشان كذا أنا بقول ما أطبع أي بحث يمر علي، مثلا أطبع 100 ورقة، في النهاية أنا بقرأ بس سؤال البحث، أو أبغى أعرف إيش، بس أبغى أعرف إيش وصل هذا البحث، هل قدر يطبق التجربة ولا لا. فهنا أنا قراءتي من ناحية الاطلاع. لو بقرأ لدراسة اختبار، يعني الآن مثلاً في مرحلة الدراسات العليا عندنا 16 أسبوع في الترم، وكل أسبوع فيه له قراءة مكثفة جداً، يعني كل مادة ممكن أرجع فيها الأوراق بحثية غير الكتاب المقرر، كم كبير من القراءة. طيب أنا من بداية الترم لما أجي أقرأ لازم يكون عندي تخطيط أو تنظيم للقراءة، بحيث أنه أنا تركيزي هنا حيكون على تدوين الملاحظات، لأنه يوم الاختبار مستحيل 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 إني أنا أقرأ كل اللي قرأته طول الترم مهما سويت. حتى لو قلت إنه قبل الاختبار بأسبوعين أنا هفرغ نفسي وأرجع أقرأ كل اللي فاتني أعيده، أوكي تمام هقرأ وأخلصه، لما أجي أدخل الاختبار حألقى نفسي ذهني حضرت له الأشياء القريبة اللي قبل يوم يومين، وممكن في أشياء أجاوب عليها. لما أخرج من الاختبار أقول يا خسارة هذا الشيء أنا فاكرته من غير ما افتح الكتاب افتكرته، ايش اللي خلاني انساه؟ انه ما قدرت اوصل له، يعني العقل يعني ترى بيشتغل زي الكمبيوتر، انا ما قدرت اوصل للحاجه البعيده. فكيف احل هذه المشكله من بدايه الترم وانا بقرا؟ لازم اخطط انه مثلا كتابي الهوامش اللي هي على اليمين واليسار، كل ما اقرا باراجراف، حنشوف الان كل ما اقرا باراجراف او عده فقرات اكتب ملاحظات، بحيث انه هذه الملاحظات انا حاطه في بالي انا حارجع اقراها لوحدها، ما راح اقرا الكتاب. يعني مثلاً حقول هنا مقدمة البحث، هنا نتيجة البحث. طب مقدمة البحث حقسمها مثلاً 3 محاور، الباحث مركز على 3 محاور. لما جيت في مثلاً عينة البحث لها 3 صفات، هذه الصفات باختصار كذا كذا كذا. خلاص يوم الاختبار أنا أرجع أقرأ هوامشي اللي أنا كتبتها ومجهزتها خصيصاً للاختبار. طيب إذا كانت قراءتي استعداد لأنه أنا أكتب بحثي أو رسالتي، عشان أكتب الليتشر ريفيو أو الدراسات السابقة، هنا أنا هركز على التدوين، مو بس التدوين أو الملاحظات، على الربط. يعني مثلا ممكن يكون عندي إذا أنا بكتب في دفتر، إذا أنا أكتب على إكسل شيت، أدون الملاحظات. أول حاجة تدوين، ربط، أربطها مع بعضها، وتوثيق، عشان ما أجي أفتكر هذه المعلومة جميلة عجبتني فيها تفاصيل معينة بس أنا ما فاكرة في أي بحث كانت. فيهمني التدوين والربط و التوثيق، فضروري أعرف هدف القراءة. النقطة الثانية لتنظيم القراءة، لازم يكون عندي تصور مبدئي للنص. كيف يكون تصور مبدئي للنص؟ إني أنا أعمل له سكيمينج، يعني استكشف هذا النص، أكون عارفة من قبل ما أقرأ، عارفة إيش الموضوع الأساسي، إيش النقاط الفرعية، في النقاط الفرعية هذه إيش اللي بيدور فيها تفاصيل. يعني ممكن أعمل لنفسي كده زي الرسم الشجري أو خريطة ذهنية، ممكن ما أكتبها بس مجرد إنه أنا أعرفها عقلي. هنا يعني يحضرني مثال أقول لكم. هو يعني عندنا أحد الأطفال في العائلة عمره كده 7 أو 8 سنوات، بس ما شاء الله عشان تعرف إنه هذه الاستراتيجيات يعني سبحان الله موجودة عندنا في اللغة الأم، يعني إحنا نتعلمها بشكل يعني غير تلقائي. لما نجي نتعلم اللغة الثانية، إذا هي المهارات هذه موجودة عندنا وإحنا واعيين لها وعاملين لها براكتس كثير، مرة حتسهل علينا عملية القراءة. المثال إنه كان في جريدة تقريبا، تعرفوا الجرائد هذه كبيرة مرة وفيها يمكن 40 صفحة، وطفل عمره 7 سنوات ما حيقرأ الجريدة كلها، بس كانت الجريدة مفتوحة وانتبه للعنوان، كان مكتوب مؤتمر كذا وكذا، بس استكشاف النص
لما جاء قرأ الجريدة ما قاعد يطالع في كلمات، نهاية الوان الرئيسي شاف إنه مكتوب مؤتمر، فجاي يقول لي عم شوف هنا في مؤتمر، إيش رأيك تروحي؟ يعني صراحة ما شاء الله تبارك الله مرة تفاجأت، يعني شايفين كيف إنه أنا لما أشوف عنوان النص كده عرفت الخبر، يعني فعلا طلعت في الخبر إنه مؤتمر ويعني إعلان المواعيد وكذا. ف يعني طالما طفل 7 و8 سنوات تسوي ذا الشيء، أكيد إحنا في اللغة الثانية حنقدر نسوي حاجة زيها. الحاجة اللي بعدها قراءة أجزاء متكاملة. ما أجي أقسم البحث بطريقة مثلا إنه أقول كل يوم أقرأ 10 صفحات، ما ينفع. يعني في البحث أنا مو خلاص استكشفت النص وعرفت أقسامه، ممكن أقول أنا اليوم أقرأ المقدمة، بكرة بقرأ مثلا الحاجة الفلانية، اليوم اللي بعده النتائج، أو مثلا إذا ما كان بحث خلينا نقول كتاب، أنا مقرر أن أقرأ شابتر 1 مثلا. طيب شابتر 1 أنا مو خلاص قرأته استكشفته عملت له خريطة ذهنية لو كانت مطبوعة أو كانت في عقلي، طيب أنا أقول بقرأ اليوم المحور الأول من هذا الخريطة، بكرة المحور الثاني، يعني أقرأ أجزاء متكاملة، ما أقرأ بعدد الصفحات وأقسم تقسيمات بهذا الشكل. لازم يكون الأفكار تدخل في دماغي مرتبة. ممكن أنا أتهاون بهذا الشيء بس راح يناكس في النهاية بعد ما أخلص القراءة، أكون ماني عارفة طب إيش يبغى الكاتب، يعني إيش بيوصل، أو ماني فاهمة الأفكار بشكل مترابط، فاهمة التفاصيل بس الغرض الأساسي أنا ما قدرت أوصل له، وهذه أهم حاجة إني أنا أوصل لها. الحاجة اللي بعدها التخطيط والمراجعة. التخطيط للمراجعة، لما أقرأ لازم أخلي في بالي إنه أنا راح أرجع للي قرأته، سواء كان أبدرس الاختبار أو أكتب دراسات السابقة في بحثي، وما أكتفي بالتأشير، يعني ما يكون الكتابة والحاجة اللي بقرأها كلها هايلايت تأشير، حاجة بعد كذا أطالع الورقة كلها صفرة أو كلها لون برتقالي ولا حقدر أرجع لها. التخطيط للمراجعة بحيث إني نكتب في الهوامش معلومات كجمل أو عناوين جانبية أو خرائط فيها المحاور الأساسية. النقطة اللي بعدها الحاجة اللي اسمها القاموس المصغر للقارئ، أو مثلا اللي هي الجلوسري، يعني ممكن أسميها مسرد مصطلحات. الآن أنتوا لما يكون عندكم كتاب حتلاحظوا كل كتاب نهايته في جلوسري، يعني نفس اللي المؤلف عامل جلوسري للمصطلحات، يعني مثلا في كتاب الحاسب حلقة في نهاية جلوسري مصطلحات الحاسب اللي وردت في هذا الكتاب، مثلا في اللينغوستكس حلقة مثلا جلوسري، وحسب كمان اللينغوستكس التفصيل، يعني مثلا في اكتساب اللغة حلقة مصطلحات خاصة باكتساب اللغة موجودة في نهاية الكتاب، يعني الكاتب جمع اللي هي حطها في الأخير وحاط لها تعاريف. طيب هذا بالنسبة للجلوسري اللي غايم على الكتاب، حاجة جميلة انه انا ارجع له. لازم يكون عندي جلوسري خاص فيها انا، يعني اي ورقة او بحث او كتاب انا بقرأه لازم اجهز نفسي ورقة على جنب، سواء كانت هذا الجلوسري خاص بهذه المادة او هذا البحث، او ممكن يكون عندي جلوسري، يعني انا مثلا بالنسبة لي عندي جلوسري للدراسة، وعندي جلوسري كذا للتلفزيون والافلام والاشياء هذه، ليش؟ انا هذيك المصطلحات ما هي اكاديمية، اي كلمة جديدة تمر علي احطها هنا، أحط معناها بالعربي، والله ربنا فتح علي وحطيت التعريف، حطيت حاجة تدل، يعني أحيانا أرسم إذا أنا مستعجل مثلا قاعدة أتفرج تلفزيون وشفت كلمة كذا مرة عجبتني أو مصطلح ما قد سمعته أحطه أرسم جنبه رسمة بحيث إنه تفكرني فيه. بعد كذا كل فترة مثلا يعني كل ما أكون فاضية أفتح وأطالع على الجلوسري هذا اللي أنا كتبته، كذا إنه يكون مصطلحات العلم هذا اللي أنا بقرأه دائما حاضرة في بالي. ايش يفرق عن الجلوسري اللي هو حاطه الكاتب؟ الكاتب حيحط الترمينولوجي الكبيرة مرة، يعني الخاصة بنفس العلم، بس مثلا انا كلغتي ثانية ممكن احيانا الاحظ في افعال معينة يعني حسيتها انها افعال اكاديمية، زي لما الكاتب يكتب اسيوم بوزيت مثلا بوزيت سمثينج هايبوثيسيز ثيري، كذا الكلمة حسيتها مثلا جديدة علي او الكلمة بتتكرر كثير ومثلا دفعني فضولي اني ابحث عنها في الدكشنري اسجلها عندي في الجلوسري حرجع لها، ولما يكتمل الجلوسري حكون استفدت منه بشكل كبير. طيب الان كده انتهينا من النقطة هذه، تمام ماشيين تمام في تنظيم القراءة. النقطة اللي بعدها اللي هي من الجانب المهاري للقراءة، لاحظوا احنا الى الان ما دخلنا في اللغة، يعني ما بتكلم اللغة الانجليزية اللي كانت عنده مشاكل من اول في تنظيم القراءة وكانت عنده في التجهيز للقراءة، راح يلاحظ انه عنده مشاكل في القراءة وهو لغته تمام بس لسه عنده صعوبات في القراءة، فانا الان ما راح
اروح اخذ دورات انجليزي ويعني اتعب نفسي وانا اساسا عندي المشكله، ممكن في وقت القراءه اللي انا اختاره او مكان القراءه او طريقتي في القراءه. طيب الان مصادر القراءه حنشوف انه ممكن تكون عن طريق البحث في قواعد المعلومات. ما شاء الله المكتبه الرقميه رائده في مجال قواعد المعلومات. هذه كيف توصلوا لها؟ عن طريق موقع المكتبة الرقمية، والأفضل أنكم تدخلوا على موقع جامعتكم. يعني مثلا أنا ممكن أدخل يعني لحسابي في جامعة أم القرى أسجل دخول، يعني البوابة الأكاديمية اللي فيها درجاتي وجدولي والأشياء هذه. في خانة تكون خاصة بالمكتبة حقت الجامعة اللي هي مكتبة الملك عبد الله، أو أنتم جامعاتكم كل جامعة فيها مكتبة، بيكونوا حاطين روابط المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات. يعني المكتبة الرقمية بتبذل جهود كبيرة انها توفر قواعد معلومات هم دافعين اشتراكات فيها، يعني احنا ندخل فيها بشكل مجاني ونبحث، اذا ابغى ابحث باللغة العربية، ابحث باللغة الانجليزية، تخصصات دقيقة ما راح القاها في جوجل، حلقاها عن طريق قواعد المعلومات. يعني كأوعية تحفظ لي هذه الابحاث او اماكن للنشر. هذا بالنسبة اذا انا ببحث عن مصادر الكترونية. الكتب الورقية، في كتب ورقية أحيانا تكون، في كتب إلكترونية ممكن أشتريها على أجهزة الكيندل أو أجهزة الآيباد. في نقطة القراءة الإلكترونية ضروري إنه نعتمد على أجهزة التأشير اللي هي بتوفر لي إن أنا أشر وأستخدم الجهاز بأقلام، بحيث إنه يعني كأني بقرأ من ورقة. مهمة جدا حكاية التأشير والكتابة على الأوراق. الأبحاث والأوراق العلمية هذه ممكن برضو نحملها من مصادر ثانية. أنا هنا حطيت لكم يعني أغلب المواقع المهمة اللي ممكن الواحد يعتمد عليها وتكون مصادر موثوقة. المكتبة الرقمية السعودية، قواعد البيانات باشتراك مكتبة الجامعة. أنا ليش بقول لكم أول أدخلوا مكتبة الجامعة، ومكتبة الجامعة هي تحولكم على المكتبة الرقمية، عشان لما تجي تدخل قاعدة المعلومات يعني حيقول لي أهلا يا أم القرى، يعني يكون عارف أنه أنا طالبة في هذه الجامعة، فبالتالي يفتح لي أكسس، يعني اسمح لي بالوصول لأشياء تكون فيها اشتراكات. موقع ريسيرش جيت، كل باحث عنده صفحة، حتى أنتم ممكن تسوي لكم صفحات بحيث أنكم يعني زي نظام تويتر، بس خلينا نقول منصة بحثية، بحيث أنه أنا أتابع الباحثين اللي أنا مهتمة بأبحاثهم، أعمل لهم فولو، ممكن هم يعملوا لي فولو. عجبني بحث معين مثلا متاح للوصول أو القراءة، إذا مو متاح ممكن أنا أطلب منهم أكسس ويسمحوا لي أنا لوحدي. فهي شبكة اجتماعية بين الباحثين، وفيها كثير من المصادر مفتوحة، بعضها مفتوح فيها الأبستراكت، ممكن أرجع لها وأستخدمها في أبحاثي. أكاديمية برضو منصة بحثية، worldcat.org برضو فيه له عدد كبير جدا من المصادر حتى يساعد في نقطة التوثيق، يوفر لي المرجع الموثق مثلا بنظام الـ API أو الـ MLA وغيرها. ننتقل للجزء الثاني اللي هو الجانب اللغوي في القراءة. هنا حنبدأ نتكلم عن اللغة الإنجليزية. أهم حاجة إنه أتأكد إنه الجانب المهاري، يعني أساسا أنا ما عندي مشكلة في المهارة، يعني سواء أنا بقرأ بالعربي بالإنجليزي. موقع أكاديمية، موقع أكاديمي هو منصة زي تويتر، يعني أنت أدخلي وسجلي حساب جديد، يكون يعني يكون عندك يوزر وتتابع الناس وهم يتابعوك. خلاص إذا كذا أنا أتأكد إنه الجانب المهاري مكتمل عندي، ما عندي فيه صعوبات. أنا لو عندي صعوبات أبحث عن الجانب، يعني القراءة السريعة حسيت إنه قراءتي ما هي سريعة أو ما أعرف إيش هي القراءة السريعة، ممكن أحضر دورة في القراءة السريعة، أبحث في اليوتيوب، أشتري كتاب بخصوص القراءة السريعة. مثلا الكتب الورقية والإلكترونية، مثلا أنا من الناس اللي يقولوا لك أنا ما أبغى كتب إلكترونية أرفضها، ممكن لا أحاول أدرب نفسي، أحاول أتعود. مثلا قواعد البيانات ما أعرف أوصل لها، يعني الحاجة المهارية اللي أنا كانت ناقصتني أحاول إني أتجاوزها. إذا كانت مشكلتي في اللغة، في اللغة الإنجليزية، حنشوف الآن الجزء الثاني اللي هو جانب اللغوي. أول حاجة حنتعرف على الهيكل التنظيمي للنص المقروء. يعني أنا الآن لو عندي نص مقروء بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، النص كذا بيكون. لو لاحظتوا يعني لما تيجي تقرأوا ما تلقوا الجمل كذا سرد تحت بعض، تلقوا فراغات، شايفين كذا؟ يعني الجزء الأول هذا تشانك كذا قطعة، الجزء الثاني اللي لونه أسود تشانك ثاني، فاللي فوق بنسميه احنا فقرة باراجراف، واللي تحت فقرة ثانية باراجراف. الفقرة الأولى هذه وحدة متكاملة
تحمل فكرة كاملة. الفقرة الثانية برضو تحمل فكرة ثانية. لما يكون عندي باراجرافات كثيرة كده صار عندي أنا مقال، صار عندي كتاب، ما بتكون المعلومات مسرودة فيه. فأنا إذا انتبهت لهذا الهيكل التنظيمي أقدر أستوعب أو أستكشف النص بشكل واضح. طيب لازم أفرق بين الفقرة باراجراف، بين المقال اللي هو الإسي أو الأرتيكل، الورقة العلمية. المقال إيش هو؟ المقال هو عبارة عن فقرات زي طلعت لكم هي قبل الأخضر والأسود، فقرة 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 فقرة، هذه كده كلها على بعضها مقال. طيب الورقة العلمية، الورقة العلمية عبارة عن مقالات. المقال الأول اللي هو الانترودكشن، المقدمة مكونة من فقرات كلها كده على شكل مقال. بعدها مثلا الميثودولوجي، المنهجية. طيب المنهجية هذه عبارة عن مقال كأنها مقال منفصل جوتها فقرات، فهي كأنها كذا فقرة هي أصغر شيء، أكبر منها المقال، أكبر منها الورقة العلمية، أكبر منها الكتاب أو المجلد. ممكن المجلد هذا ألقى فيه وحدات chapters، ممكن ألقى داخله أبحاث. في بعض المجلدات تجمع لي أبحاث مختلفة مع بعض حول موضوع معين. طيب خلينا نشوف نقطة الفقرة هذه إيش قصتها. هذه الفقرة الأولى اللي فوق اللي باللون الأخضر أنا مسويتها كده بشكل منفصل عن اللون الأسود في الكتابة. غالباً ستايل الكتابة بيوضح لي أنها مستقلة كده على بعضها كده كتلة واحدة. داخلها إيش يكون؟ يكون جمل. هذه الجمل أماكنها لازم أعرف إيش يعني الجملة الأولى إيش تكون، الجملة الثانية إيش تكون، عشان أقدر أستكشف النص. هذا ما بيدرسوه عادة في دورات القراءة، يدرسوه في دورات الكتابة، بس إحنا ممكن الآن نأخذ لمحة عنه عشان إيه يحس إنه عنده مشكلة في هذه الناحية يأخذ دورات في الكتابة، أو ممكن حتى يطلع عليها في اليوتيوب ويعرف إيش طريقة التعامل معها. الفقرة دائماً في حاجة يسموها برجر باراجراف، اللي هو الباراجراف أو الفقرة زي البرجر. الآن لو الشات مفتوح، إيش الأهم حاجة مكون في البرجر يخليه هو يفرق عن الساندويتش؟ يعني ليش هذا البرجر أسميه برجر؟ ليش ما أسميه ساندويتش؟ يعني غالبا كلنا بنقول هذا برجر. او حتى مثلا ممكن لو احد جايب لي هذه الفطيره اللي زي البيتزا كيف صفحه واحده وعليها شيء احمر زي هذا كذا صوص عليها خس بس ما عليها الطبق اللي فوق، ما حقول هذه برجر، حقول فطيره. اذا انا شاميه حقول صفيحه، ما ادري صفيحه. المهم يعني احسميها اشياء ثانيه، ما احسميها برجر. ايش مكونات البرجر؟ انه البان هذا اللي فوق والبان اللي تحت، هذه الاثنين مره مهمه. اذا ما هي موجوده يا نجد ميتة بالطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت. لو الاثنين هذه ما هي موجودة ما صار برجر أصلا. طيب هذه النقطة اللي فوق إيش تكون؟ topic sentence. topic sentence اللي هي جملة المقدمة لما أبدأ في موضوع معين. يعني أنا الآن أبغى أكتب paragraph. الparagraph دائما إيش من فكرة واحدة ترى. مثلا أكتب paragraph عن وصف مثلا مدينة معينة، أبغى أوصف مكة. topic sentence لازم أنا أعرف القارئ أني أنا حأوصف مكة، بس ما أكلم القارئ، ما أقول له أنا حأوصف مكة، بس يعني الجملة تكون أنه أنا حأوصف مكة. الجملة الأخيرة لازم أختم، ما أبدأ موضوع وأسيب القارئ كده في الأخير، لازم أختم أقول أنه خلاص أنه هذا هو وصف مكة ويعني ألخص. الآن أنا فقرة صغيرة عندي في الداخل، عندي هذه المكونات يعني منكهات. ممكن يعني اخذ في ناس ياخذوا برجر بدجاج بدون خس، بدجاج بدون طماطم. في ناس انا اعرفهم ياكلوا برجر من غير لا لحم ولا دجاج، فيها بس الخس والطماطم. يعني عاد هذا تختلف على حسب اختيارات الواحد. فلاحظوا انه جوا الشرايح اللي جوا supporting details. يعني مثلا انا قلت في البدايه اني حوصف مكه وفي النهايه ختمت. في الوسط ممكن اول جمله اتكلم على المشاعر المقدسه، الجملة الثانية أتكلم على الجو، الجملة الثالثة أتكلم على الأسواق. ممكن أضيف كمان جملة ثانية، هي مو ثلاثة ترى. يعني المهم إنه جوا في ناس تحط خردل، في ناس تحط مايونيز، في ناس عاد النكهات اللي يحبوها داخل البرجر مختلفة. فيا أوبشنال، الأستاذ عوض بيقول إنه الأشياء اللي جوا تكون أوبشنال. فإذا أنا بقرأ أرجع للباراجراف تبعي، لما أجي أستكشف الباراجراف أحيانا ممكن أقرأ الجملة الأولى والأخيرة، لأني أنا عارف إنه هذه الجملة أول الأولى بس تكفيني. لو أنا عندي باراجرافات كذا في الجزئية الخضراء حقرأ أول جملة، أبغى أعرف هذا الباراجراف يتكلم عن إيه. الأسود حروح أقرأ الجملة الثانية، ليش؟ لأني أنا عرفت إيش بنية الباراجراف بتكون من إيه.
أنصحكم ترجعوا لهذه الباراجراف برجر وتتوسعوا فيها بشكل كبير، حتى يساعدكم جدا لما تقرأوا وحتى لما تكتبوا باراجرافات تكون كتابتكم واضحة جدا to the point، يعني على طول ما تلخبطوا القارئ. الحاجة اللي بعدها برضو فيه عندنا اللي هي الإساي، المقال له اللي هو إساي برجر، لو أشبه المقال بالبرجر هيكون عندي البان اللي فوق المقدمة. المقدمة في المقال ما هي جملة، باراجراف، يعني زي هذا اللي هنا الأخضر كله مقدمة. عاد يعني إذا أنا بكتب مقال أو بكتب ورقة علمية، المقدمة ممكن تكون عندي صفحة صفحتين، لا دقيقة مو ورقة علمية، أنا بكتب مقال ممكن فقرة واحدة تكفيني، حتكون الانترودكشن. هنا الآن عندنا الوحدة ما هي جملة، الوحدة فقرة كاملة. عاد المقدمة هذه حتكون لها أجزاء كمان، الجملة الأولى أدخل في يعني المقدمة، وبعد كده أجيب جمل ثانية تساعدني أني أنا أقدم للموضوع، وبعد كده أختم مقدمتي نفسها. الأخير آخر شيء الكونكلوجن اللي هي الخاتمة. الآن أنا مقالي ما رح أختمه بجملة زي أول، حختمه بباراجراف كامل أختم، يعني حتكون عندي خطوات معينة له تفاصيل، راح لاحظوا جوا في تفاصيل معينة في الخاتمة بما إنها باراجراف. الآن لازم أعرف أول جملة في الخاتمة إيش، آخر جملة في الخاتمة إيش. البادي اللي هي باراجراف جوا عندي قطعة معينة برضها تابك سنتنس، كل واحدة فيها فكرتها الأساسية في جملتها الأولى. هنا الجملة الأخيرة مرة مهمة في كل واحدة فيهم، يعني الآن أنا في التفصيل اللي هو الفقرة اللي في الوسط، آخر جملة فيها تساعدني إن أنا أنتقل للفكرة الثانية. المهم إنه عندكم الآن هذه برجر باراجراف وبرجر إساي، حاولوا ترجعوا لها وتستوعبوها بشكل تمام، ما راح تساعدكم في القراءة في الكتابة. إحنا إيش ذكرناها؟ عشان كنا بنتكلم على الهيكل التنظيمي للنص المقروء، مرة مهم أعرف أنا الهيكل التنظيمي للنص المقروء عشان أستكشف النص، استكشاف النص جدا مهم. أنا لو دخلت يعني مكان جديد مستحيل إنه ندخل المكان ومثلا بيت جديد وأبدأ على طول أطبخ وأجهز، ما ينفع، لازم أول شيء أعرف فين البوتاجاز، فين الثلاجة، فين يعني فين الصحون الأشياء هذه. هذا إذا كنت أنا بطبخ، إذا كنت بقرأ، يعني ما راح أدخل المكتبة وأطلع كذا كتاب من الرف وأقرأ، لازم أعرف فين قسم علوم الحاسب، فين قسم اللغويات، فين قسم، خلاص أروح القسم أعرف الرفوف بعد كذا أطلع الكتاب، ما أدخل التفاصيل مباشرة. طيب هذه النقطة الأولى اللي هي قلنا الهيكل التنظيمي. نجي الآن لاستراتيجيات تحليل النص المقروء. دائما لما بنقول إنه لا تقرأي أو لا تقرأ بالقاموس، ممكن الواحد يقول يعني يمشيها، يعني يمشي كذا الكلمة، يروحوا يقرأوا ويستخدموا القاموس. أولا بيضيع الوقت، بيضيع الجهد ويشتت. احنا قلنا قانون ميلر انه لو انا كل شيء حقسمه اجزاء صغيره، اذا انا حترجم معناته كل كلمه حوقف، كل كلمه حوقف معناته دماغي حيشيل سبع كلمات، كل سبع كلمات حنسى، سبع كلمات ما تساعدني اني انا اربط، الربط مره مهم في القراءه. فحاولوا بشكل كبير تتخلصوا من القاموس، هذه الاستراتيجيات جدا مفيده. مع التعود، يعني مثلا انا لو تعودت على الاستراتيجيه من اول مره ممكن كلمه كلمتين أفهمها وبعد كده أقول لا أنا مضطرة أني أرجع للقاموس، أوكي تمام، إذا أنا عجز خلاص ما قدرت أروح أستخدم القاموس، مو معناها أني أوقف محاولة، حرجع مرة ثانية. والتدريب هذا ما أخليه يكون وقت إنه أنا عندي اختبار ولا شيء، لا ممكن أنا أحمل، يعني الآن ممكن تحملوا مقالات من مواقع أكاديمية، أي مقال مثلا ممكن يكون طوله صفحة صفحتين وطبقوا عليها الاستراتيجيات بحيث إنكم تتقنوها فعلا وتصيروا جاهزين إنكم تستخدموها وقت القراءة الفعلية في الأشياء الكبيرة. طيب عندنا استراتيجية screening and scanning، meaning from context, stems and affixes, prediction, drawing inferences and identifying opinions. نمسكها واحدة واحدة. نبدأ بأول واحدة اللي هي skimming and scanning. طيب إيش هو skimming and scanning؟ skimming and scanning هذه استراتيجيتين مرتبطة جدا ببعض لأنها تقريبا عكس بعض. أول حاجة skimming اللي هو استكشاف النص. ممتاز سلمى، القراءة السريعة، يعني أنا أقرأ النص قراءة سريعة، مو قراءة كمان، استكشاف، مجرد إني أنا أطلع، يعني لو عندي بحث ما أبدأ أقرأه على طول، أول حاجة أعمل له سكيمينج، إيش يعني؟ أطلع على موضوع البحث، إذا كان في صور، إذا كان في أشياء بارزة، أحيانا يكون في قوائم،
استعداد 1 2 3 اطلع على الاشياء العامه يعني بحيث انه انا اخذ فكره على النص. اذا شفت في اشياء بارزه مثلا في ارقام معينه بارزه لفتت انتباهي. الهدف في نهايه السكيمينج ان يكون عندي big picture approach يعني صوره كبيره عن النص. ممكن انا اقدر ارسم خريطه ذهنيه، ممكن اقدر ارسم رسم شجري سواء كان مكتوب او ذهني. يعني لو احد سالني قال لي هذا النص يتكلم عن ايه، انا عارفه الموضوع الاساسي، عارفة رؤوس أقلام، يعني عارفة ليش هو يعني ممكن النتائج، عارفة إنه حيكون فيه له نتائج. المهم عندي فكرة كاملة عن هذا النص. حتى لو بعد كذا أبغى أقسم الأيام ممكن أقول أنا اليوم حقرأ هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء. ليش؟ لأنه أنا عندي فكرة كذا كاملة عن الموضوع. مهارة السكيمينج جدا مهمة، يعني ما أقدر أستغني عنها لا في قراءة شيء عربي أو إنجليزي. طبعا أنتوا بتطبقوها ترى في العربي أنتوا مو حاسين. يعني مثلا الان لو واحد بيمسك جريده او بيمسك مجله او حاجه، لاحظوا اننا دائما اول ما نفتحها يعني في ناس بيروحوا على طول على قسم الرياضه، في ناس على طول بيروحوا على قسم الطبخ، او حتى البروشورات تبع السوبر ماركت والمكتبات هذه بتكون فيها تخفيضات. يعني في بعض الناس من يوم ما يمسكها على طول يروح على قسم الكتب. ليش؟ لانه ترى انا عملت سكيمينج وانا ماني حاسه، استكشفت ايش الفكره الاساسيه، انه هذا بروشور، هذا فيه تخفيضات، هذه المواضيع، هذه الاقسام، بعد كده رحت على القسم اللي أنا أبغاه. Yeah, skimming to get the main idea. بعد كده أعمل scanning. Scanning من اسمها يعني عارفين السكانر كيف بيشتغل؟ لما السكانر بيعمل نسخ لحاجة معينة، ممكن أنا قدامي الآن صفحة وأبغى منها جواب معين. زي في المدرسة لما كان يجينا قطعة ويجينا عليها سؤال مثلا how old is فلان، كم عمره، أو يعني details specific information، وابحث عنها في النص. كيف ابحث عنها؟ اعمل كذا مسح للورقه كذا بعيني كذا كانها سكانر واشوف هذا الشيء فين. احيانا في بعضهم بيحطوا يدهم على السطر ويمشوا كذا بشكل سريع، انا ما اقرا، انا ادور في حاجه معينه انا ابغاها ادور عليها. عارفين كيف لما تكون في لوحه فيها نتائج وانا ابغى اشوف اسمي طلع ولا لا؟ احيانا تكون فيها 200 اسم كذا سريع، احط يدي والقى اسمي في النهايه في ثواني. ليش؟ لانه انا ماني قاعده اقرا، انا قاعد اعمل سكانينج. انا عندي specific information ابغى اطلعها. فمهم جدا يكون عندي مهارة السكيمينج، يكون عندي مهارة السكانينج، واعرف متى استخدم كل واحدة فيها. اللي بعدها غير مهارة السكيمينج والسكانينج، meaning from context، المعنى من السياق. احيانا يكون في النص في كلمة انا ماني فاهمتها او جملة ماني فاهمتها، كيف أعرف معناها من السياق؟ الجملة اللي قبلها أو الجملة اللي بعدها توضحها، سواء كان في العربي أو في الإنجليزي. حتى ترى الأخبار لما إيش اللي نقرأها إحنا بالعربي، في أشياء ما نعرفها، مثلا مصطلحات سياسية، أو إذا بقرأ خبر رياضي ما أكون عرفتها، لكن لما أقرأ اللي قبله واللي بعده يصير عندي فكرة، وهذه الفكرة ممكن أنا أكون شاكة فيها، بعد فترة حتأكد منها. المعنى من خلال النص، يا علامات نصية أو حتى علامات الترقيم تفسر المعنى. طيب كيف مثلا الأشياء اللي ترى في اللغة الإنجليزية غالبا يعني إذا أنا بقرأ اللي هي اللي بيدرسوا الإنجليزي نفسه يعني كلغة، النصوص تكون مجهزة للمتعلمين بحيث إنه أي كلمة جديدة تلاحظوا إنه فيها تفسيرات جدا واضحة بحيث إنه حتى تعريف تعطي للحاجة. أما القراءة الأكاديمية الأمثلة بتساعدني، يعني مثلا أحيانا يكون في كلمة ذات مين ويبدأ يشرح، طيب هنا يبي قاعد يقول لي المعنى، وأنا أجي أقرأ الجملة هذه أو جملتين أقدر أعرف إنه ممكن يقول لي ذات إز تو إلستريت فور إكسامبل. أحيانا علامات الترقيم عارفين الفاصلة اللي هي الفاصلتين اللي تجي ممكن يذكر لي مصطلح معين، او حتى مثلا احنا كعرب لما نجي نكتب بالانجليزي مثلا نكتب هي ات كبسه، بعد ما اكتب كبسه طبعا هم ما راح يعرفوا، ما حيضطروا يروحوا يفتحوا الدكشنري ويسالوا الناس، فانا اروح احط فاصلتين واحط بينها اقول انها مثلا وجبه شعبيه مكونه من رز ولحم كذا. حتى هم بالانجليزي لما يكتبوا لما يكون في مصطلح غريب تكون في هذه الفاصلتين وبينها تعريف للحاجه لتوضيح المعنى زي ما بتقول بدور. الهوامش مهمة جدا ترى، يعني ما استغني عنها احيانا، لأنا اكون ماني عارفة المعنى لازم اقرا الهامش بحيث انه يساعدني. ولاحظوا الان meaning from context هذه تكون في القراءة الثانية دائما، انا خلاص اكتشفت النص
بعيد القراءة الآن لجزء معين عشان أطلع الكلمات اللي أنا ماني عارفتها أو المعاني اللي أنا ماني عارفتها. طيب الاستراتيجية اللي بعدها، Stems and Affixes. طبعا هذه الاستراتيجية جدا موسعة وأنا حاعطيكم عنها مفاتيح، ويعني اللي يحس إنها interesting أو مثلا حتفيده لازم يرجع يطلع عليها ويبحث عنها بشكل موسع، زي حكاية لما قلت لكم عن البرجر باراجراف. Stems and Affixes. Stem اللي هو جذر الكلمة. في اللغة الإنجليزية في كلمات تكون مكونة من جذر، يعني مثلا كلمة إيش مثلا كلمة ممكن تمر علي؟ special، كلمة special هذه الكلمة أنا بعد ما أتعلمها حتعلم منها كلمات كثير، يعني كذا الكلمة نفسها كأني أنا بعمل لها تركيبات معينة بحيث الكلمة هذه توفر لي كلمات كثيرة. لما أعرف جذر الكلمة وأكون عارفة معناه، بعد كده أشوف أي حرف أو أي لاحقة أو سابقة تدخل على الكلمة لها معنى. يعني الآن لما نجي كلمة teach، كلنا نعرف إيش يعني teach. طيب لو دخلت عليها ER في الأخير، الـ ER هذه لها معنى. إيش معنى الـ ER؟ الـ ER دائما معناها إنه شخص. فمثلا teach يدرس، و ER معناتها شخص. الشخص اللي يدرس مين هو؟ ايش اسمه الشخص اللي يدرس؟ معلم. بهذا الطريقة بعد ما اعرف كلمة teach حعرف كلمة teacher. الـ ING اذا دخلت على اي كلمة تحولها الى اسم او noun. يعني الان عندي كلمة teach يدرس، دخلت عليها ING صارت teaching. كيف الفعل هذا يصير اسم؟ يصير بدل teach، بدل يدرس حتصير تدريس. ايش كمان؟ بهذا الشكل. يعني انه انا لما اعرف جذر الكلمة واعرف سوابق معينة ولواحق معينة واركبهم على بعض وقت القراءة اقدر اعرف كلمات ما قد مرت علي. طب الحاجة الحلوة انه prefixes والsuffixes ترى عددها محدود، ممكن تبحثوا في الانترنت prefixes and suffixes حتلقوا عليها جداول. حيجيني جدول مثلا prefix اللي هي anti مثلا anti bacteria antibiotic، ممكن تجيني ريدو ريرايت ري واتيفر. هذا اللي بالنسبة للبريفكس اللي هي سابقة للكلمة، حلقاها في جدول كبير. لا تعتمدوا فيها على الحفظ، اعتمدوا فيها على الفهم، بحيث انه انا الان قدامي اللواحق او السوابق اعرف معنى كل واحدة فيها. مهم جدا الجمل، يعني انا الان جبت لكم مثال انتي. انتي معناتها حاجة معاكسة او مضادة، اوكي؟ طيب لما تمر علي كلمة أنتي بوليت، مرت عليكم كلمة بوليت من قبل؟ إذا أعرف إنه كلمة أنتي مضادة وبوليت حاجة جديدة أعرفها حركبهم على طول. إذا ما أعرف كلمة بوليت السياق حيعرفني، يعني مثلا كان بيقول لي السياق إنه he was shot when he was in his car but you know يعني جاته he was shot in his car but the windows didn't break، النوافذ ما تكسرت. فأنا عرفت إنه bullet كذا، السياق وضح لي إنه bullet معناها رصاصة. طيب anti bullet معناتها مضاد للرصاص. anti clockwise هنا واضحة جدا. الكلمة ممكن جديدة على البعض، ما قد مرت عليهم كلمة anti clockwise، بس احنا نعرف انه anti معناها مضاد او معاكس، ونعرف ايش يعني clock. ايش يعني clock؟ ساعة. طب لما اقول anti clockwise، لاحظوا انه الكلمة فيها من قبل وفيها من بعد وفيها جذر. anti clockwise ساعة، وعكس الساعة ضد الساعة، عكس عقارب الساعة. ممتاز يا بدور، شايفين؟ بهذا الشكل تحفظوا الكلمات. مو مضيع للوقت. انت قصدك انه حاجة مضيعة للوقت. هنا يا سلمى انت وصلتي لبريدكشن معين، لو كان عندك سياق حتعرفي انه هذا البريدكشن او التنبؤ اللي انت تنبأتيه مو صحيح. سياق حيوضح لك وحتبدأ تفكري في معنى ثاني. انتي بكتيريا
نعرف ايش يعني بكتيريا، انتي بكتيريا. طيب لواحق الكلمة اللي تكون في الأخير، لاحظوا كلمة special، كلنا نعرف شو يعني special، يعني شيء خاص. طيب لما تدخل عليها ISD، ISD من يوم ما أشوفها تشبه الـ ER زي teacher، مثلا manager، معناتها شخص. ممتاز يا هدى، هي متخصص specialist، لأني أنا بتكلم على شخص. receptionist، كلنا نعرف شو يعني reception، مرت علينا أكيد. لما تمر علي كلمة جديدة زي receptionist تقدر تنبأ في معناها. إنسان ريسبشن، تعرف ريسبشن؟ مو استقبال، الآن فيها IST موظف استقبال، ممتاز بأمل. نيوتريشست، يمكن IST الآن واضحة، نيوتريش هذه اللي هي من نيوتريشن، نيوتريشن اللي هي تغذية، ممتاز يا سمر. طيب لما يجي عليها IST مو معناتها تغذية، نيوتريشست أخصائي تغذية. بهذا الشكل السوابق واللواحق تساعدني أعرف كلمات بحيث إنه أنا أعرف جذور معينة، إما إني مرت علي أو أنا مكتسبة الكلمة أو السياق وضحها لي، واللواحق والسوابق هذه تساعدني إني أنا يعني المعنى يتبلور في دماغي ساعة ما أنا بقرأ. مرة مهم اللي حابين يعملوا building vocabulary يوسعوا الكلمات عندهم، أقبل جداول من النت، أبحثوا عن suffixes وركزوا على الأمثلة وقت القراءة، حاولوا تطبقوها، مرة مساعدة إنه تغنيني على الدكشنري. طيب هذه استراتيجية systems and affixes. لو لاحظتم يعني أنا من أول قاعدة أقول لكم إن الاستراتيجيات تغنيني على الدكشنري، ليش؟ في دراسة في علم النفس اللي اليوم تخصصهم علم النفس، أمثلتنا من عندهم، لأنه ترى القراءة الجانب النفسي فيها جدا كبير، يعني حتى في اللغويات اللي هي السايكولينغوستكس، اللغويات علم اللغة النفسي، لما تدرس عمل اللغة في الدماغ، إنه كيف الدماغ بيشتغل وقت القراءة، يعني بتدور عمليات معقدة ترى، يعني لوغاريتمات وميكانيزم، يعني كأنها ماكينة بتشتغل، فالجانب النفسي جدا مهم فيها. طيب في دراسة اللي هي كين جودمان عام 1967، كانت هذه الدراسة تقريبا جات فكرة جديدة عن القراءة اللي هي reading as a guessing game، يعني هذا الكاتب كان بيوضح انه القراءة عبارة عن لعبة تخمين، يعني هو طبعا كان بيتكلم عن اللغة الأم، سواء اللغة الأم أو اللغة الثانية أو اللغة الثالثة، القراءة هي لعبة تخمين، يعني أنا لما بقرأ ترى مستحيل إنه أنا أكون عارفة كل الأشياء حتى لو بالعربي، مستحيل هذه الكتب اللي بالعربي كلها أنا فهمتها، في أشياء أنا ما أفهمها، لكن لما أقرأ هي guessing game، لعبة تخمين، حخمن وفي نهاية القراءة حقدر أستوعب هذا الكلام يدور على إيش. طيب القراءة من كنا meaning from context اللي تعرفنا عليه، التنبؤ prediction، قبل افتكر قبل شويه لما اعطوني معاني الكلمات لما قلتوا لي عكس عقارب الساعه ومضيعه للوقت، يعني اللي قالت مضيعه للوقت تنبأت تنبؤها كان مو صحيح، واللي قالت عكس عقارب الساعه كان تنبؤها صحيح. فالتنبؤ ممكن يكون صحيح ممكن يكون خاطئ، انا مهمتي القارئ وقت القراءه to verify my prediction، يعني اتحقق من تنبؤي، حيتكون عندي تنبؤ وقت ما اقرا شويه حاب اكتشف انه لا هذا التنبؤ خاطئ وابحث تنبؤ ثاني، في نهايه القراءه تنبؤاتي كلها حتوصل لمرحله استنتاج بدليل انه انا قدرت افهم الشيء بشكل واضح. كيف اقدر اتنبأ بحاجة معينة في النص؟ أولا إنه أنا لما أقرأ يكون عندي prior knowledge، يعني عندي أول حاجة يسموها سكيماتا، يعني قبل ما أقرأ أنا عندي يا حليمة بتقول إنه حتى تنبؤها الخاطئ يقودها للتنبؤ الصحيح، ممتاز. عشان كده هو ترى التنبؤ يختلف عن الاستنتاج، أنا لازم أتنبأ حتى لو كان تنبؤي خطأ، مجرد إني أنا قدرت أوصل للتنبؤ أنا كده قربت من الحقيقة. كيف أتنبأ؟ أعتمد على my prior knowledge، يعني خلفيتي عن الموضوع، خلفية عنه، زي كلمة clock، انتوا كلكم مرت عليكم، يعني انا عندي خلفية عن كلمة clock، استخدم هذه الخلفية في الحاجة الجديدة اللي مرت علي مع كلمة anti، مع كلمة wise، فعرفتها. هذا بالنسبة اذا كانت كلمة، اذا كانت جملة احيانا مثلا يعني الجملة تكون بشكل انا غير مألوف بالنسبة لي، يعني مثلا يقول لي هذه الكلمة سببت ثورة وكذا وكذا، طب
ايش يعني كل يعني لما يقول لي هذه النظرية او هذه الكلمة سببت ثورة، ايش يعني صارت حرب يعني مثلا كذا، يصير عندي تنبؤ. طب احاول اقرا اجي اشوف، لا انه بعد هذه النظريه العلم تغير، طريقه الكتابه تغيرت، طريقه النشر تغيرت، فاعرف انه هذه النظريه عملت تغيير، وهذا التغيير كان جذري، تغيير كبير. فانا كذا فهمت الكاتب ايش قاعد بيقول لي، انه عملت ثوره. في كلمات ثانيه ترى يعني بعضها يعني وقت الواحد ما بيقرأ ممكن ينصدم، طب كيف يعني كيف هذا الشيء صار؟ لكن النص او المعنى يعني سمى بتكون من خلال التعمق في النص يخليني يصير عندي تنبؤ، هذا التنبؤ اتحقق منه واكمل في القراءه. في احيانا يكون في النص في كلوز، في دلائل يعني كلمات معينه، افكار معينه، الكونتكست، السياق. طيب هذا بالنسبه لاستراتيجيه التنبؤ. طبعا بما انه القراءه هي عباره عن جيسنج جيم او لعبه تخمين، طول ما انا بقرا انا حتنبأ، مستحيل انه انا اقرا من غير ما اتنبأ. لو قعدت اقرا بدون ما اتنبأ معناته انا ماني فاهمه، ما راح افهم، معناته كذا لازم افتح الدكشنري كل شويه، اروح افتح الدكشنري. فتحه الدكشنري هذا جدا ما تساعد على فهم القراءه. انا ما بدرس ترجمه، يعني انا لو بدرس ترجمه صح اقول لا كل شويه لازم اروح افتح، يعني انا ما عاد اقرا الدكشنري، انا استخدم الدكشنري انا من اترجم. ما انواع يعني انواع من الدكشنري عندي عشان احد يحسبني معارضة لاستخدامات الدكشنري، لكن أنا كقارئة أو أدرس في تخصص ما له علاقة بالترجمة، مهمتي إني أنا ما أترجم كذا. أنا يعني قاعدة يعني أشتغل على حاجة ما هي مطلوبة مني، شو تستني عن الغرض اللي أنا ببحث فيه. الاستنتاج، لاحظوا الاستنتاج يفرق عن التنبؤ. بريدكشن أول قلنا إيش؟ ممكن يكون البريدكشن صحيح، ممكن يكون خاطئ. إيش كانت مصادري؟ كانت تخمين، مجرد تخمين. drawing inferences اللي هو الاستنتاج لازم يكون معتمد على أدلة، يعني وأنا بقرأ يكون في عندي أدلة معينة logical، يعني أدلة منطقية أو evidence based أو conclusion عشان أقدر أستنتج. يعني زي في الرياضيات مثلا، أفتكر لما كان يكون في عندنا قانون أو في الفيزياء كذا يعني الفرضية، وبعدين في النهاية استنتاج، نستنتج. أو حتى لما كنا نسوي تجربة اللي هي تجربة النافورة، كنا نحط الزئبق ما أدري على إيش، في النهاية تطلع نافورة. إيش الاستنتاج؟ الاستنتاج إنه التفاعل، إنه هذه المادة الفلانية تتفاعل مع المادة الفلانية كذا. لازم يكون الاستنتاج عندي لوجيكال أو إيفيدنس بيس، يعني مو زي حكاية التنبؤ أنا أتنبأ، لازم أستنتج حاجة علمية. متى يكون استخدامي للاستنتاج؟ يكون إذا كان الكاتب بيعطيني المعنى مضمن مو معنى صريح، يعني لما يعطيني implied meaning أو المعنى بين السطور اللي يسموه reading between the lines، ما يعطيني هو بشكل مباشر، فأنا هنا أحتاج أنه أنا أعمل استنتاج، يعني أكون أنا نبيها وأفهم الشغل اللي قاعد يقول عليها الكاتب. الاستنتاج يكون مبني على دليل. حتى في القراءة يعني أحيانا مثلا خلينا نشوف هذه الجملة، لما يقول لي الكاتب 90% of the books readers improved their skills، لما يقول لي إنه 90% من القراء تحسنت مهاراتهم، إيش تفهموا؟ بيتكلم على كتاب معين، 90% من القراء تحسنت مهاراتهم، إيش تفهموا؟ الكتاب مفيد. Very good يا سلام. أحيانا ما يكون الشيء صريح، يكون المعنى بين السطور. إحنا نستوعب يعني نقدر نوصل للمعنى عن طريق الاستنتاج اللي يكون مبني على دليل، ما يكون مجرد تنبؤ. إيش التنبؤات اللي أنا ممكن أوصل لها؟ ممكن أوصل لتنبؤ مدح، ذم، نقد. هذه حتساعدني في النقطة اللي بعدها اللي هي identify the author's purpose، معرفة قصد الكاتب. معرفة قصد الكاتب مرة مهمة في القراءة الأكاديمية، لما أجي أقرأ بحث لازم أعرف الكاتب إيش قصده. هنا أنا لو عرفت أستنتج عارف إيش قصده، هل هو بيمدح للشيء الفلاني؟ هل هو بيذمه؟ هل هو بيحذر منه؟ هل هو بينتقده؟ أذكر مثال يعني مر قريب، يعني قبل تقريبا في الإجازة الصيفية مر معايا، كنت بقرأ كتاب على يعني نظرية من نظريات تشومسكي في اللغويات. هنا في أتوقع كم شخص كتب متخصص لغويات. كان الكتاب بيتكلم على هذه النظرية، طبعا الكاتب مو تشامسكي، احد ثاني بيتكلم على هذه النظريه وبيقول انها شيء. وانا اقرا ايش اكتشفت؟ اكتشفت انه الكاتب قاعد يقول اشياء غلط، يعني هذا مو تشامسكي، تشامسكي ما قال كذا. وبعد اقرا لا انا مو كراشن، نيو توقع نيو ماير،
فكان بيتكلم على تشومسكي، يقول تشومسكي قال وتشومسكي. طب هو قاعد يقول بعدين قاعد اقول معقول نيو ماير يكون فاهم غلط؟ يعني ما شاء الله يعني عملاق في هذا المجال، مستحيل يكون فاهم غلط وانا الوحيده اللي فاهمه صح. رحت قرات مقدمه الكتاب، انا الان قرات الكتاب وصلت يعني تقريبا قربت اخلص ترى. لما رحت قرات مقدمه الكتاب، الكاتب يعني قال في المقدمه انه هذا الكتاب كريتيك نقد، فهو كان قاعد يقول لا بينتقد، يعني تشومسكي ما قال كذا، هو قاعد ينتقد تشومسكي. فلاحظوا شوفوا احنا من البدايه قاعدين نقول استكشاف النص ومعرفه يعني ايش الحاجه اللي انا جهزتها، جهزت مقدمه الكتاب، واحنا غالبا ترى ما بنقرا المقدمه، فهي مره مهمه انه انا اعرف قصد الكاتب، واحيانا الكاتب يوضح قصده من البدايه من المقدمه انه انا حسوي كذا. ممكن ايش يكون قصد الكاتب؟ زي ما انتم شايفين انفورم، ممكن الكاتب يبغى يبلغني بحاجه معينه. ريفيو، الكاتب قاعد يستعرض لي الدراسات اللي صارت او يراجعها، يعمل لها مراجعه. احيانا الكاتب يكون بيدعم فكره معينه، سبورت ان ايديا، بيدعمها وبيجيب عليها دلائل وممكن يجري تجربه عشان يثبت هذه الحاجه. ممكن يكون كريتيسايز، بينتقد حاجه معينه. لاحظوا لما هو ينتقدها ما يعني قاعد يجيب فكره مضاده لها، لا بس هو مجرد ينتقدها يقول طب هو قال كذا، وات اف لو صار، لو صار، مجرد ان هو بينتقد. يعني يفرق عن الريفيوت، لما يجي الكاتب بيعطيني نص معين قاعد ينقض النظريه او يثبت عدم صحتها. فمهم جدا انه انا اعرف قصد الكاتب عشان ما يعني اخذ معلومه غلط، هو قاعد يعمل كريتيسايز وانا افهم انه نظريه اصلا غلط، لا ما هي غلط، هو قاعد ينتقدها بس مجرد. وانا ممكن في نهايه النص انا لازم يكون عندي كريتيك خاص فيا، هل نقده صحيح؟ هل النظريه فعلا ينطبق عليها النقد ولا لا؟ طبعا هذا بالنسبه لقصد الكاتب. فوق انا كتبت لكم ايدنتيفاينج فاكتس فروم اوبينيون، يعني في القراءه النقديه مهم انه انا اعرف الفرق بين الحقيقه والراي. اتوقع اغلبكم اختبرتوا اختبار ايلتس صح؟ كان يجي سؤال تجي فيه له قطعة قراءة وبعد كذا يجيب لكم آراء، يقول لك هل هذا رأي الكاتب؟ يس يس يعني رأي الكاتب هذا، نو يعني الكاتب مو رأيه، الكاتب عنده رأي مخالف، أو not given يعني ما أعطى رأيه الكاتب. فأنا مهم جدا لما أقرأ النص هل الكاتب أعطاني رأيه بهذا الشكل أو معاكس لهذا، أو أحيانا ترى الكاتب ما أعطاني رأيه، في احيانا كثير بتعرض معلومه عين بس ما اعطاني راي، فمهم انه اعرف الفرق بين الراي والحقيقه. هذه تقريبا اغلب الاستراتيجيات اللي كذا نكون احنا انتهينا من هذه الدوره.